الحضارة المصرية حتى الآن رغم كل آلاف السنين، 7000 سنة والأمور دي كلها، يعني كم الاكتشافات الأثرية المصرية اللي كل يوم بتطلع، لكن مازال كل يوم في حاجات بتبهر العالم أكتر وأكتر. آخرها اللي كان أعلنها فريق البحث البولندي عن اكتشاف أول موميا مصرية حامل، موميا حامل محفوظة في المتحف الوطني هناك في وارسو. وبعد المسح الضوئي اكتشفوا ان الموميا اللي كان يعتقد انها لكاهن، في البداية كانوا فاكرينها كاهن، لكن بعد كده اكتشفوا ان هي مومياء لأنثى، وضعت في التابوت ده بتاع الكاهن بالخطأ. والشيء المبهر ان وجدوا جوه الموميا بعد الأشعة ان جواها جنين، كان فيها جنين جوه الموميا. الجنين ده عمره يعني من 26 ل 30 اسبوع، وان الام صاحبة هذه المومياء توفيت لاسباب غير معلومة. وده الحقيقة قد يكون سبق، مش عارف يعني، ده من حيث القراءة اللي احنا قريناها في الموضوع ده، ان ده قد يكون يعني ده سبق في علم المصريات. برحب بدكتور سحر سليم، أستاذ علم الأشعة بجامعة القاهرة وخبيرة المومياوات. يا دكتور سحر مساء الخير، أهلا بحضرتك مرة تانية. مساء الخير، أهلا بحضرتك أستاذ عمرو. يعني الإبهار لا ينقطع، يعني إيه حكاية الموميا الحامل دي كمان؟ ده في أبريل اللي فات كان في دراسة من مجموعة من الباحثين في البولنديين في متحف وارسو في بولندا. كان عندهم مومياء، المومياء ده عملوا لها أشعة مقطعية وقالوا إن هو فيها كتلة بداخل الحوض، وشخصوا على إنها جنين في الشهر السابع، ونشروا الكلام ده في مجلة العلوم الآثار الأمريكية. بس أنا بوصفي يعني خبيرة أشعة آثار، وكمان كطبيبة متخصصة في الفحوصات الحمل والأجنة، فكان هو ده بالنسبة لي كان لازم أقرأ البحث ده. تمام. الحقيقة لما أنا قريت البحث ده فوجئت إن الكلام اللي هم كاتبينه كلام مش مظبوط أبدا، وإن اللي هم بيوصفوه على إنها جنين ده هي عبارة عن كتلة مصمتة لا تكوينات تشريحية ولا أثر لأي عظام تدل على جنين، وانها ديت غالبا احنا ديت بنشوفها من الحشوات التحنيط اللي بتوضع في المومياوات، يعني واحنا حشو خبرتنا في التحنيط مش جنين. ده شكلها كده، هي حاجه ملتفه مصمته لا تحمل اي صفات تشريحيه او حتى فتفوته عظمه، يعني ما فيهاش اي والشهر اثار السابع، لاي لو جنين عظام. في الشهر السابع ده يكون اكتمل هيكله العظمي، اكتمل وشبه مكتمل، خلاص انسان، تمام. كائن حي يعني وكان قابل للحياة خلاص. التفسير كان بتاعهم ان والله العظام انكمشت. فطبعا يعني انا كانت يعني وسائل الاعلام العربيه والعالميه كانت بتتواصل معايا في الوقت ده، انا رفضت التواصل وفضلت ان انا اكتب يعني مقاله علميه لملاحظاتي وتفنيد للي حصل ده، ونشرتها في نفس المجله العلميه تمام. اللي هي مجلة علوم الآثار الأمريكية. وخدت فترة طويلة، وتم يعني اتبعتت لثلاثة من المحكمين الدوليين يعني لإجازتها. نقدر نقول يا دكتور سحر الموميا حامل ولا مش حامل؟ هي ادوا فرصة للباحثين البولنديين إنهم يعلقوا، وعلى فكرة مفيش منهم متخصص أشعة وما فيش منهم متخصص او طبيب بيقدر يعني يقدر يحكم، ودي كان من ضمن الحاجات اللي انا كنت يعني بألوم على البحث وبقول لهم اظهروا ما يفيد يعني بعظام او كده. ما فشلوا انهم يثبتوا، وطلعوا لنا بالحقيقه بتفسير يعني لم يرد في العلم قبل كده، وهو تفسير الجنين المخلل. الجنين اللي ايه يا وهم دكتورة؟ يعني جنين مخلل المخلل ازاي؟ زي ما حضرتك سمعت بالظبط جنين ان هم مخلل؟ جنين مخلف، وده اعتبروا ان القدماء المصريين المحنطين سابوا الرحم
بداخل الأم، وديت لم يحدث من قبل، بالعكس، لأن ديت الرحم الحامل هو مصدر للبكتيريا، يؤدي إلى تعفن الموميا، ومستحيل وما حصلش قبل كده. بالعكس، ده كان القدماء المصريين بيزيلوا الأحشاء ايوه، عشان اللي هي منع بتتحط التعفن. في الثلاث فخارات دول اللي بيبقوا جنب مع الموميا فيها الاحشاء دي، شفناها في تمام. المتحف. وأي حتى من مستويات التحنيط المختلفة لازم إزالة الأحشاء علشان ده مصدر للتعفن. هم بيدعوا إن بس السبب إن السؤال هم بس يا دكتورة، يعني هل صاحبة الموميا دي كانت شخصية ذات حيثية بحيث انها تحنط بهذا الشكل، وبحيث انها توضع في تابوت كاهن؟ فده برضو مسار تساؤل يعني. ده غير بقى ان لا، الموميا هي دي ازاي راحت ليست، ورثه، يعني واضح انها في المتحف الوطني البولندي، واضح انها من قرون طويلة هناك يمكن يعني. بالظبط كده، بالظبط. هو ده كانت في فترة اللي يعني أواسط 1825 أو القرن ال19، ده كانت الفترة اللي كان بيحصل فيها سرقة للآثار ونهب، وكانت بتسافر مع يعني سواء مع كانت مع البعثات او مع الزائرين، مظبوط. وكانوا بيحطوا اي موميا في اي تابوت علشان يعني الموضوع يمشي. فهي ليست لا ذات حيثيه ولا اي حاجه، بس وطبعا اي انسان له حيثيه. لا، انا بتكلم حاجات تاريخيه يعني، هي بقى الله يرحمها يعني كان ليها، كانت بتشتغل ايدي، قصه تانيه، ولكن تمام. يعني حيثيه بس هم تاريخيه يعني. لا، هي مومياء من القرن الأول قبل الميلاد، اللي هي تعتبر الفترة المتأخرة في الحضارة المصرية. مظبوط. ده ما حصلش أبدا في أي يعني ضد عملية التحنيط. واضح ان الفريق البولندي او مشروع مومياوات وارسو حب يعني ياخد سمعة عالمية على حساب مومياء الحضارة المصرية، واضح كده هقول يعني. لحضرتك حاجة برضو، لازم يعني نعترف ان خبرتهم في البلاد دي خبرة محدودة، لان كل متحف عنده موميا ولا عنده موميتين، وخبرتهم ضعيفة جدا. احنا هنا في المشروع وزارة الآثار المصرية من 2005 إلى الآن بنفحص المومياوات بالأشعة المقطعية وبالأشعة، وأنا يعني شرفت إن أنا فحصت، عايز أقول لك، مئات المومياوات طبعا بالأشعة العادية طبعا وبالأشعة المقطعية، طبعا فلنا خبرة كبيرة قوي، اكيد. وإحنا بنشوف الحشوات ديت بشكل كبير جدا، والدليل يعني يقدموه لو كان هو ده واضح ان هم جنين. مستجدين في علم المومياوات، واضح كده يعني، واضح ده مش صحيح. زي وده بيقول علمائنا لك يعني. كمان ان الاعلام احيانا بيحب القصص المثيره، سبايسي طبعا، ولكن موميا حامل يعني، ولما يتقال موميا احنا حامل هدفنا، جواي لفت انتباهنا وانتباه وسائل الاعلام العالميه كلها يعني. تمام، بس اكيد. الهدف اللي هو يكون الحقيقه، وخصوصا لما طبعا يكون في مغالطات علميه شديده. طبعا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على التوضيح، استاذ دكتوره صحر سليم، استاذ علم الاشعه بجامعه القاهره وخبيره المومياوات المعروفه، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا.